ليه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج العقرب. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف برج العقرب، صلي على الحبيب المصطفى. برج العقرب شايف هنا البعض منكم بشكل كبير جدا، يعني ناوي يغير حياه كثيره في حياته، سواء كان يشتري ارض او ينتقل من مكان لمكان او شراء سياره او شراء منزل. شايف ان انت ناوي بتغير حاجات كثيره في حياته. عندك بشره خير عندك هنا بشره خير، بس انتوا هنا وقع عليكم ظلم. شايفكم زعلانين، مقهورين، عندكم ضيق، عندكم تعب، حاسين بالوحدة، حاسين بالخزلان. يعني شايف عندكم شوية عراقيل اجتهاد، يعني حاسين بصدمة كبيرة، يعني من أشخاص كانت، يعني الأشخاص دي كانت موجودة في حياتكم، بس رغم اللي انتم فيه ده، يعني رغم اللي انتم فيه عمالين تقاوموا، عمالين تقاوموا، عمالين تعافروا، يعني مش فارق معاكم أي حاجة. لكن دوا القلب محدش يعلم بيه غير ربنا، محدش يعلم بيه غير ربنا. شايف البعض منكم برضو مش بينام، قلقان، تعبان، مخنوق بسبب الحيرة، محتار، عمال يفكر 24 ساعة. في حد منكم متعرض لخزلان من حد كان موجود في حياته، كسر قلبه، يعني تعرضتوا لخزلان كبير من أشخاص كنتوا بتثقوا فيها وحابينها، بس انتوا ناويين تغيروا من نفسيكم حاجات كبيرة جدا. في عندك سحر ماشي، هو اللي يعني السحر ده معمولكم من فترة من ناس قريبة منكم، والناس دي قديمة في حياتكم، يعني من فترة السحر ولحدك الآن بتعانوا منه لسه ما تفكش. شايف هنا في نفور ما بينكم وبين أهلكم أو الناس المحبة، في يعني شايف في نفور، حاسين يعني انه هو مفتري عليكم او هو ظالمكم، يعني بيتهمكم، شاف في اتهام او في ظلم، يعني انتم مش مرتاحين مع الشخص ده. يعني بس انا شايف برضه عليكم ديون هنا او عليكم طاقة دين، شايف في طاقة دين عندكم عليكم ديون. بسم الله الكاشف، يعني في ديون، يعني ديون حد قريب ليك او ديونك انت او ديون حد قريب. انا شايف في طاقة مال، في حيرة، محتارين فيه وظلم، يعني مظلومين ومحتارين. الظلم ده اللهم صل على سيدنا محمد، يعني بسبب يعني انتوا ضاغطين على نفسكم او ضاغطين او عاطين طاقات ايجابية الناس ما تستاهلش، واخدين منها الطاقات السلبية. شايف هنا في شراء، في انا شايف هنا بتدي حد هدية او حد هيديك هدية، يعني شايف هنا انت لا بتدي حد هدية ذهب لا اما حد بيديك هدية. في عندكم خير باذن الله تعالى، في حاجة انتوا عملتوها من قبل، في عمل صالح دايلك. شايف ان انت هنا مش عارف تخرج نفسك من مشكلة او من حاجة محوطاك، مش عارف تخرج منها ازاي، بس ربنا يفتح لك الطريق باذن الله تعالى، وهتخرج في مخرج من الأزمة اللي انت فيها، من الضيق او من الصدمة اللي انت فيها، هتخرج باذن الله تعالى. شايف هنا بس خلي بالك، هو في تحسن باذن الله تعالى، في تحسن كبير ليك بمشيئة الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. بسم الله الكاشف. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في حد هنا، حد بيعاني، عنده تعب، وجع معدة او الظهر او الظهر يعني او العمود الفقري او المعدة، يعني في اوداع عنده. في حد عندك كبير في السن تعبان جدا، ودايما بيشتكي وتعبان، انت زعلان عليه، واكتر من مرة رحت المستشفى او رحت الدكاترة واطباء لكن ما فيش نتيجة، كلها مسكنات، لكن الالم عنده والتعب عنده. انتوا طيبين، بتتعاملوا يعني بطيبة قلب، اللي على قلبكم او على قلبكم بيكون على لسانكم، فده هو اللي يحسدكم على طيبة قلبكم. انتوا بتقولوا هنتحسدوا على ايه؟ على طيبة قلبكم، على حنيتكم، على وقفتكم مع الناس، على مساعدتكم للناس، حتى لو ما معكش وطلبت منك ناس مطلب بتقضيه، حتى لو اتدينت وسلفت وعطيت، ف بتتسلف وبتدي برضه، على طيبة قلبك محسود، على وقفتك مع الناس محسود.
هتوصل للي انت عايزه باذن الله تعالى. هدفك اللي قدامك، طلبك اللي طلبته من ربنا طول الوقت عمال تدعي، والست التعبانه والشخص اللي تعبان بيدعي لك، فربنا هيوصلك للهدف. اصبر ان الله مع الصابرين. ماشي تعطيل قدامك حصل، يعني هنا في بعض المتزوجات او المتزوجين حصل عندكم السحر تفريق، حصل عندكم السحر تفريق، يعني تخص التفريق، حصل مشاكل، حصل يعني نفور ما بينكم، ما طايقينش بعض، ما حش حابين، مش حابين الكلام، يعني حاسين بحاجة حمل عليكم، حاسين بحاجة بتوسوسكم، خلاكم تشكوا، كمية شك عندكم رهيبة، وحصل كمان منكم انفصال. شايف هنا من حد قريب ليكم اللي عمل السحر ده، والسحر ده من زمان مش من دلوقتي، السحر ده من فترة كبيرة. صلى على الحبيب المصطفى. انتوا يعني بتقفوا مع ناس كتيرة وما بت... يعني بتساعدوا ناس كتيرة، لكن لما وقعتم في المشكلة ما لقيتوش حد معاكم، ما لقيتوش حد معاكم، لكن منصورين وهتخرجوا من اللي انتوا فيه. الطريقة تفتح قدامكم في ناس دعيت لكم ودعوتهم مستجابة، ناس دعيت لكم بالدعاء ودعوتها مستجابة، فالطريقة تفتح أمامك بإذن الله تعالى. شايف هنا في حد عايز ينتقم منكم، الشخص ده عايز ينتقم منكم، عايز يأذيكم. الحد بسم الله الكاشف، يعني الشخص ده او السدية مش كويس، يعني غيران منكم، مش بحبكم، بحاقد، غيار، يعني مش بيحب لكم الخير، علشان انتم يعني هنا متفوقين جدا وشاطرين جدا، لكن برضو عندكم ضغط، عندكم ضغط نفسي عليكم رهيب جدا، مضغوطين، عندكم كمية طاقة ضغط، حاسين بالظلم، حاسين بالتعب، يعني حاسين ان الناس دي عليكم. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. شايفين عندك دوخة، عندك دوخة بتديلك، همتان في الجسد، تعب، ضيق مرة فادئة، صداع مستمر، ترديع، بتخرج بره المنزل بتحس براحة، بترجع للمسكن تحس بالتعب، تحس بالضيق، عندك شوية أعراض اجتهاد عندك. بس انت بس خلي بالك، أنا شايف في علاقة ثالثة، في حد عندكم هنا في علاقة ثالثة، أو أنتوا في علاقة ثالثة، خلينا دغري كده زي ما بيقولوا، أو صح في علاقة معك ثالثة، ودي دايبالك شوية مشاكل. شايف في طرف ثالث متدخل في حياتكم، طرف ثالث متدخل في حياتكم، والطرف الثالث ده يعني بيحاول يسيطر عليكم بأي طرق، بالسحر، بأي حاجة، بالناس، بالوسوسة، بالكلام، في ست بتلف وتدور حواليكم، يعني كانت يعني عاملة صاحبة ليكي أو عاملة صاحبة للشريك، الله أعلم، لكن الست دي عاملة بطاقة سحر، طاعة أو جلب أو سحر، عايزة تأخذ، يعني هترجعكم لورا، فخلي بالكم من اصحابكم، من اصدقائكم، من الناس اللي معاكم، يعني خلي بالكم وكونوا حريصين. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفنا طريق السفر، انت بتخلص اوراق عايز تسافر، او ديالك عرض سفر، في طريق سفر قدامك، هتسافر وهتطلع من الظلمه ومن التعقيد، هتطلع منها للنور باذن الله تعالى، لان في حد يدعمكم وهيقف معاكم، هو كبير يعني بس هيدعمكم وهيساعدكم في طريق السفر قدامكم، والمشروع اللي انت هتدخله هينجح باذن الله تعالى، وهيقف معاكم الشخص ده وهيساعدكم، وهيكون سبب كبير من بعد ربنا انه يطلعكم من اللي انتوا فيه، وهيدعمكم بمشيئه الله. ماشي، انتم هنا شايف ان انتم مريتم بظلم كبير، مريتم بظلم شديد، يعني طعنتم من ناس كتير، من المقربين عندكم كمية طعن، بس انت خلاص شايفكم قفلتوا بيبان كتير، لكن مش عارفين ربنا كاتب لكم ايه. البيبان هتتفتح قدامكم بإذن الله تعالى، هتصنام، هتصحى، هتلاقي الدنيا نورت قدامك، طلعت من الظلمة، طلعت من الخنقة اللي انت فيه، طلعت من الضيق اللي انت فيه، من التفكير اللي شغال في دماغك، هترتاح، هتحس براحة، هتحس بالاطمئنان، هتحس ان حمل من عليك انزاح، هتفتح معاك الابواب. هنا في فرحة في جلد بيتك، الفرحة دي خطوبة لبنتك او اختك او ليك او ليكي، في خطوبة او ارتباط او زواج، لانها شايف في فرحة، في تلبيس يعني خواتم او جبل كما بيقولوا، او في يعني فرحانين ولم عيلة، والعيلة كلها ملمومة او لم شمل ومبسطين وسعداء،
في فرحه ان شاء الله او نجاح باذن الله تعالى. بس انا شايف انه في طاقه اطفال زعلانين، كلام يخص اطفال، مشتاقين لاطفال، او في عندكم اطفال، او قصه حمل، في حاجه تخص حمل او اطفال باذن الله تعالى، ربنا يبشرك بهم قريبا بمشيئه الله. صلى على الحبيب المصطفى، ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله فضلا وليس امرا. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، انت بتخلص اوراق نقوله دي يعني، ممكن اللهم صل على النبي، ان شايف بيت قدامك عايز تشتري بيت او مسكن او شراء محل، لان شايف هنا رايح الطريق شراء، بس قدامك يعني عقده او تعطيل، ممكن نقول بتخلص اوراقه او بتكمل المال او منتظر الرد من صاحب المسكن، لان شايف عندك نقله هتشتري لمسكن جديد ان شاء الله وهتنتقل ليه باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، بسم الله الكاشف. شايف حد هنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. في وعد ما بينكم وبينه، في حد عطينه وعد وتأخرته على الوعد ده، أو طولته يعني بمصح. اكملوا الوعود وأوفوا الوعود، إن عطيته حد وعد فأوفوا بالوعد اللي اديته له، أو قلت لحد وعد فأوفوا بالوعد اللي وعدته له. كلام سليم، صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. الفرحه الباب اللي اتقفل قدامك هيتفتح امامك باذن الله تعالى، حقك رادع، اللي اتكلم عليك ازاك بالكلام، قال فيك كلام مش ليس فيك، حقك رادع لك، رادع لك ندمان، لانه داك التعب، داك التعب وكسره القلب اللي كسرها لك اتكسر بيها واكثر مني، رادع لك ندمان، وهو بيتندم حتى لو ما رادع لكش، لكن هو حاليا بيتندم، بيتندم اقص واوعر الندم. فحقك رادع لك، في مال ديالك، في مال الربح من السفر، السفر معاك طريقه مفتوحه كويسه جدا بفضل الله تعالى، وفي مال رادع لك، ردوح حق او ديان، في مال ديلك، في مال ربح، وانت مقدم على وظيفه هنا، الوظيفه دي ديالك باذن الله تعالى، لقاء مع حد، اللقاء دي في خير، في فرحه، شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه، عندك هنا رساله ديالك، رساله فيها فرحه ليك، فيها سعاده. انت منتظرها باذن الله، بس خليك تكون هادي علشان شايف عندك فرحه باذن الله تعالى، عندك فرحه، شايف في بشرى بمولود، لان عندك كميه اشتياق لاطفال، عندك كميه، شايف في بشرى بمولود. حياتك هنا العاطفيه يعني، هنا حياتك العاطفيه ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بيجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي اذتك وغدرت بيك هيتاسفوا لك وهيردعوا، لانك يطلبوا منك السماح، لان انت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيدي لك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيدي لك العكس. شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك، شايفك هنا برضو زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان مخنوق متضايق، قلبك مكسور حزين، بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، بسم الله الكاشف. ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابنا في الله، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، بتقول يا رب وفقني، يا رب اكرمني، عندك دعوة بإذن الله تعالى هتتحقق، هتتحقق بقدرة الله. انت اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك، هم اللي غدروا بيك، اقرب من ليك هم اللي غدروا بيك، بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك باذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزه تدمر حياتك، الناس الحقوده، الناس اللي عايزه تاذيك، عايزه تدمر حياتك، خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك بإذن الله تعالى ناجحة، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح بتكون صح، بس عندك أصدقاء خبيثة، أصدقاء حابة توقعك في شر أعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا ناوي على سفر،
نوع السفر خارج البلاد، مستني دعم او مستني لقاء مع حد او مستني مكالمة، شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة، في حد هيساعدك وهيدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايفنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تخش حدا من حد، خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر بالاعمال بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا، فخلي بالك خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل، المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر، في حد هنا بحاول يزيك، بحاول يطعنك، بحاول يكسرك، بحاول يأذيك. خلي بالك انت هنا شايفك حزين على شخص انت بتحبه، الشخص ده مسدون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة او مريض، انت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده، ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه. بسم الله. شايفنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال، بلاش تفكر حاليا عشان السحر سحر بيتجدد، لان شايفك عندك حيرة، محتار في امرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر او عايزك تنتصري. سيب كل حاجة على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهة حلوة، المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون انت يعني هذه الايام دي هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك هم اعدائك، عدوك واعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لان شايف شخص مقرب لكم، فخلي بالكم وكون حذرين. بسم الله الكاشف. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك او طالع من بيتك مش كويس، انت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحه، في فرحه في ارض بيتك، عندك انفراجات حلوه باذن الله تعالى، وعندك الماديا هتتحسن، عندك الامور هتتحسن معاك بفضل الله تعالى، عندك كما قلنا ممكن نقول فرحه، ارتباط او زواج او عرس لاحد قريبك في اهل بيتك، يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحه بقدره الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي داي خارج، ما فيش حدا قاعده معاك مكتمله، ان شاء الله داي لك الرزق من حيث لا تحتسب، ديالك الفرحة، لأنك أنت ظلمت كثير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من أقرب مليك، ربنا هيعوضك بإذن الله. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الفترة اللي داية شايف هنا وانتبهي، الفترة اللي داية عندكم خير، عندكم السكة فاضية، عندكم خير، عندكم السكة فاضية، حاولوا إن أنت تكسبوها. حاولوا انتوا تكسبوا هذا السكة، انتوا حاسين ماشي ان الامور معقدة امامكم، بتدخلوا في طريق بترضع خطوة، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشة في المتزوجين، مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقة، ضيق، نفور، واكثر هذا المشاكل بدون اي اسباب، واللي لسه مرتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في الم في العمود الفقري، والم في الرجلين، وزيادة الصداع، وزيادة التعطيل والنفور في الزواج. هذا من السحر، السحر كما قلنا يا أحبابنا في الله من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين، شايف هنا في عتاب، في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب، إن شاء الله فيها صلح بمشيئة الله تعالى. شايف هنا في محاكم أو في قواضي بينكم وبين حد او حد معين، لان شافكم بتخلصوا هنا، عندكم خير في المحاكم باذن الله تعالى، عندكم محاكم. شاف هنا في رزق دايكم وبشرى بفضل الله تعالى، فيها فرحه ليك. شايف هنا في غيمه، غيمه على وشكم، الغيمه دي في تفكير، في غيمه، في تفكير، في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه،
يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم، مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله فيه خير. طريق السفر في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. القراءة عامة أخواتنا في الله للرجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خذ اللي طابق ليك أحبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف إنها تتفتح قدامكم بيبان حلوة، هيكون فيها سعادة، فيها سعادة، فيها فرحة، يعني في راحة بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. تعبتم تعب كبير، ربنا ييسر أمركم، ربنا ييسر أمركم وهيكرمكم، هيكرمكم بإذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليؤس، طلع الإحباط، طلع الضيقة، طلع الخنقة، طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم مسببة لكم الأزمة والحيرة؟ أنتم هتحلوه، هتتحل، هتتحل بمشيئة الله. أنا يعني شايف إن أغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه، لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت، هانت. كل الأبواب اللي اتقفلت في وجهك راح تتفتح مرة أخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيرة جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة، فيه الراحة ليك، فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحة وفيه السعادة ليك بإذن الله تعالى. هتشتري، هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجك بإذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. فخلي بالكم واخلصوا من السحر كما قلنا احبابنا في الله اللي عندكم، كي تفتح معاكم الابواب، لان السحر عاملكم طاقات سلبية كبيرة جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم، مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم، مش كل الناس اللي تفتكروها احباب ليكم بيحبوكم بيتمنوا لكم الخير. كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم، يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حاجه للناس دي، اذيتك ليه، سحرتك ليه، هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم، مش حابين انت تكون متقدم بخطوات عنهم، مع انك انت ما اذيتهمش، ما عملت لهمش اي شيء، قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابع او من قريب داخل القناه، جميع العلادات واللي حابب يتواصل معنا مع الشيخ يوسف، الرقم امامكم واتس يتواصل معنا، وان شاء الله نكون في حسن ظنه. وكما تعودنا الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل صلاه جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك.